وبهلول عزام اللي شفتوا الصور والهضره اللي خرجت، هذاك مجرد عمل فكاهي في رمضان ان شاء الله. هذيك فقط الكواليس ديال العمل، الاسم ديال السلسله ماشي بحالهم، هذاك ماشي منال وعزام، هذيك حياه السرحان. هذوك دو بيرسوناج حياه السرحان ماشي حنايا، وهذوك الكواليس ديال العمل الرمضاني اللي تشوفوه ان شاء الله.